عندما علمت بأن هذا البرج سوف يستهدف في تلك المنطقة تم إخلاء المكان بالكامل، تم إخلاء المربع والشارع والمنشآت المدنية والسكنية في تلك المنطقة بشكل كامل من أطفال ومن نساء، وشفنا يعني الحارس أو الناطور كما يقال عنه الذي يعمل في هذا البرج، تم تحذيره باتصال هاتفي من المخابرات الإسرائيلية وقال له بالحرف الواحد اخلئ البرج وقل لهم بأن هذا البرج مستهدف وسوف يستهدف في أي لحظة. بعد هذا الاتصال بحوالي ساعتين تم استهداف هذا البرج. قديش بدك وقت انت؟ قديش؟ قديش ساعتين ثلاثه؟ قديش ساعتين ثلاثه؟ ما يجيش حد، يعني اروح عند البرج وما اروح عند البرج ما خليش حد يجي.